بدأ تيار الاغتيالات ينحو منحا آخر، فبعد الاغتيالات السياسية والعسكرية يبدو أن الدور أتى على الإعلام ورجالته، والتي كان آخرها استهداف مبنى صحيفتي الشارع والأولى ومحاولة الاغتيال لأحد الصحفيين في أمانة العاصمة. هذا ما دفع بأعضاء مجلس النواب إلى إبداء استنكارهم تجاه الحكومة التي لم تستطع تدارك ذلك والحد من تلك الاعتداءات والاغتيالات. الشعب اليمني الذي يطلب من الحكومة ضرورة القيام بواجباتها والعمل على حفظ الأمن في ربوع اليمن الحبيب، لأن الأمان قبل الإيمان. وعلينا كشعب، مجلس النواب هو يمثل الشعب، علينا كشعب يمني أن نتعاون، أن نتعاون بكل ما يجب أن نتعاون به مع الأمن. الأعضاء شددوا على ضرورة قيام الحكومة بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار وتعقب المجرمين وتفعيل دور النقاط الأمنية الواهن في ضبط المسلحين. وصلت في البلاد إلى مرحلة لا تحتمل، ويجب على الحكومة أولا أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الاختلالات الأمنية هذه الموجودة، وأن تعمل شيء ولو في صنعاء هنا. البرلمان استمع من وزير المالية إلى تقرير عن النتائج الإجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة لسنة المالية 2012، والذي أوضح أن العجز النقدي الصافي لعام 2012 بلغ أكثر من 323 مليار ريال.